السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنقيم العربية أوبل جراند لاند تقييم كامل، وهي تعتبر حاليا الأكثر اعتمادية في فئتها السعرية. اتفرج على الفيديو، ولو حسيت انك استفدت ولو بمعلومة بسيطة ما تنسناش في اللايك، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجي لك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة أوبل هي شركة ألمانية الأصل، أسست سنة 1899 على يد شخص يدعى آدم أوبل، وتم إطلاق اسم الشركة على اسم مؤسسها. اندمجت أوبل مع الشركة الأمريكية العملاقة جنرال موتورز سنة 1929، وتصنف شركة أوبل كأفضل منتج في أمريكا. ولكن في هذه الفترة استحوذت شركة البي اس اي الفرنسية على شركة أوبل، وصارت أوبل جراند لاند تعتبر أول منتج من هذه الشركة. كما ذكرنا من قبل ان شركة اوبل اقوى شركات السيارات على مستوى العالم، فالمواتير الالمانية بشكل عام تعتبر اقوى وافضل المواتير اداء على مستوى العالم. عشان كده هنلاقي سيارات اوبل بتحقق نجاحات كبيرة في جميع البلدان وليست المانيا فقط، لان محبي السيارات بيحبوا العربيات صاحبة المواتير القوية اللي بتخلي قيادة العربية تجربة مميزة. أوبل جراند لاند 2020 بتعتبر من أقوى العربيات في فئتها السعرية، حيث أن السيارة دي بتتسم بتصميم جذاب، تصميمها مش شبابي لحد كبير ولكنه بيميل أكتر للفخامة والرقي. عشان كده العربية مناسبة أكتر لفئة الرجال في سن الأربعين وليس الشباب. وكمان هنلاقي ان العربية بتنزل بموتور 1600 سي سي تيربو، ده موتور اداؤه ممتاز. وبتأتي السيارة ايضا بصالون واسع ومساحات تخزين متميزة في الفئة السعرية دي. وبتتفوق اوبل جراند لاند على منافسيها بسبب التخفيض الجمركي على العربيات الاوروبية، فهنلاقي انها بتتفوق على كيا سبورتاج، هيونداي توسان بسبب التخفيض ده. هقدم لكم تقييم شامل لكافة جوانب اوبل جراند لاند، وهنتعرف على جميع مميزات وعيوب العربية ووضع العربية في الأسواق المصرية بالنسبة للمنافسين، وإيه هي نقط القوة اللي بتميز جراند لاند عن منافسيها، وإيه هي نقط الضعف اللي بتخلي جراند لاند مش أفضل خيار في الفئة السعرية دي. هنلاقي إن التنافس في فئة سعرية مليانة بالعربيات المحببة للناس اللي بتحب العربيات، لان جميع اللي بيحبوا العربيات بيتجهوا لشراء العربيات الكروس اوفر لانها بتكون مرتفعه عن الارض بشكل اكبر، كما انها متميزه في مساحات التخزين ومساحات الركوب بوجه عام. عشان كده هي العربيات الاكثر مبيعا في الاسواق وحاليا في السوق المصري هذه الفتره. وهنلاقي ان جراند لاند زي اختها بجوت 3008، كما انها بتنافس رينو كادجر الفرنسيه وسوبارو اكس في اليابانيه، وهي عربية مميزة أيضا بالإضافة إلى كيا سبورتاج والهيونداي توسان، وهم كانوا مسيطرين على الفئة السعرية دي قبل ما تيجي جراند لاند و3008. ومش هننسى أيضا ميتسوبيشي إكليبس اللي بتنافس بقوة في الفئة دي. وبعد ذكر كل العربيات دي هنلاقي إن المنافسة قوية جدا، ومش هتقدر أي عربية تصمد في المنافسة دي إلا إذا كانت متميزة ونازلة بمواصفات تجذب العميل لشرائها. بالنسبة للتصميم الداخلي والخارجي للعربية، هنبدأ بالتصميم الخارجي للسيارة. هنلاقي ان العربية شكلها قوي وهجومي جدا، واكتر ما يميز التصميم الخارجي هو المصابيح الامامية اللي بتعتبر الافضل بين المنافسين. هنلاقيها مزودة بخاصية الادابتف فورورد لايتنج، وهو نظام بيدير المصابيح الامامية على حسب نوعية القيادة. يعني مثلا على المشي على سرعات منخفضة هتلاقي العربية بفاهمة ان انت ماشي داخل المدينة، فالمصابيح هتنور لك اجناب الطريق علشان تشوف المشاة بشكل افضل. كما انها بتتجه لليمين وشمال حسب اتجاه عجلة القيادة. وكمان العربية على السرعات العالية هتنور لمسافات ابعد وهتصبح الاضاءة اقوى. وغير كده كمان فيها حساسات، هتلاحظ وجود عربيات عكس الاتجاه فهتقلل الاضاءة اوتوماتيك. رغم ان التصميم بسيط ومش مليان بالخطوط الحادة الرياضية، هنلاقي ان تصميم العربية غير منافسنا خالص زي ستروين سي 5 مثلا، مش مليان بالخطوط الحادة، التصميم بسيط جدا لكنه في نفس الوقت جذاب وملفت للانتباه. اما عن التصميم الداخلي، هنلاقي العربية من الداخل بسيطة وغير معقدة، كل الادوات في اماكنها المعتادة، ولا توجد اي صعوبة في التعامل مع وظائف التابلو.
وكمان العربية جاية بشاشة بتقدم نظام أندرويد أوتو وأبل كار بلاي. الشاشة تعتبر الأصغر في فئتها السعرية لكنها عملية جدا وبتقدم وظائف أساسية، كما إن الخامات في جراند لاند مستواها جيد جدا، وبتتوفر العربية بتجهيزات رائعة أبرزها الكاميرا الخلفية والسقف البانوراما. أما بالنسبة للمساحات فهي مميزة جدا في جراند لاند لأن المساحة الأمامية مميزة، ويمكنك الوصول إلى أفضل وضعية قيادة تقدر تفضلها، والمساحة الخلفية واسعة جدا وبتستوعب 3 أشخاص بالغين بشكل مريح، وده بسبب عدم وجود نفق الفتيس، وده بيخلي الجلوس في الخلف مريح جدا. كما ان مساحات التخزين مميزة، ومساحة الشنطة الخلفية بتوصل ل 514 لتر، وممكن تطوي المقاعد الخلفية عشان تصبح المساحة ضخمة جدا. هنتكلم عن مواصفات العربية، هتلاقي ان العربية مريحة جدا وتقدر تعدل الكرسي لما توصل لاحسن وضعية قيادة مريحة، وكمان مساحات الزجاج في العربية كبيرة ومناسبة للعائلات في السفر. وهنلاقي ان العربية بتتجه نحو العملية بشكل كبير، وبيتضح الكلام ده من تصميم العربية الداخلي والخارجي اللي اتكلمنا عنه، بالإضافة إلى أن الشاشة الوسطية ألوانها غامقة علشان ما تخليكش تنشغل عن الطريق أثناء القيادة. هننتقل لأهم حاجة في العربية اللي هو الموتور. العربية شغالة بموتور 4 سلندر 1600 سي سي تيربو. الموتور ده بيديك قوة 163 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وبيدي عزم دوران 240 نيوتن متر عند 1400 لفة في الدقيقة. الموتور متصل بفتيس اوتوماتيك عادي 6 سرعات. ارقام الاداء الرسميه للعربيه من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه بتوصلهم في 9.4 ثانيه، واقصى سرعه العربيه ممكن توصلها 201 كيلومتر في الساعه. الموتور اداؤه ممتاز والعزم بيظهر على عدد لفات قليل، عشان كده هتلاقي الموتور مستعد على جميع اعداد اللفات. والفتيس عند المشي الطبيعي هتلاقيه سلس جدا ومتناغم بشكل كبير مع الموتور، ومش بيدي اي نقلات خشنة او عنيفة. وللأسف العربية لا تمتلك وضع سبورت مود، لكن الفتيس هيفهم اذا كنت عايز تجري ولا لا. وعند تقليل السرعة الداون شيفتنج هتلاقي ان الفتيس بياخدها بسلاسة عكس منافسين العربية دي زي ستروين سي 5 اير كروس. بالنسبة بقى لتعامل العربية مع الطريق، هنبدأ كلامنا على السرعات القليلة في البداية. العربية بتمتص النقر والمطبات بشكل ممتاز، بالإضافة لأن كرسي العربية مريح جدا فمش هيخليك تحس بأي حاجة من عيوب الطريق. الراحة دي لا تنعكس على ثبات العربية، وكما أن العزل الصوتي للعربية على السرعات المنخفضة جيد جدا، مش هتسمع أي أصوات ضوضاء حواليك ولا أصوات المشاة، وطبعا صوت الكاوتش غير مسموع داخل كابينة العربية. السرعات العالية ثبات العربية ممتاز، كمان بتتميز بقدرة كبيرة على أخذ المناورات على السرعات العالية. القيمة مقابل السعر دي حاجة مهمة جدا، لأن احنا بنتكلم في عربية كمصريين كاستثمار. العربية تعتبر قيمة مقابل السعر متميزة جدا لأنها بتديك مواصفات رائعة في الفئة دي. العربية أوروبية وبتتميز بتخفيض جمركي غير منافسينها الأوروبيين، متميزة في مساحات الركوب ومساحات الرؤية كبيرة ومناسبة للعائلات، بالإضافة لقوة الموتور وحضوره على جميع عدد اللفات، وده بيخلي العربية اختيار مميز جدا في الفئة السعرية دي. العربية دي نازلة 3 فئات. الفئة الأولى إليجانس بسعر 420 ألف جنيه، الفئة الثانية الهايلاين بسعر 450 ألف جنيه، الفئة الثالثة التوب لاين بسعر 490 ألف جنيه. يعني في نهاية كلامنا، مميزات أوبل جراند لاند ثبات رهيب على السرعات العالية، تصميم خارجي أنيق وانسيابي جدا، عزم الموتور بيخرج عند 1400 لفة في الدقيقة وده بيخلي الموتور نشط من بدايته، التصميم الداخلي بتاع العربية مريح جدا والألوان متناسقة. العربية بتدعم جميع نظم الفرامل زي الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي. وسائل الامان في العربية متعددة، بتتوفر 10 وضعيات لكرسي السائق، توجد العديد من الكماليات في العربية دي. تكييف العربية ثنائي المناطق وادائها جيد. اسعار قطع الغيار للعربية دي مش مرتفعة كما هو شائع، ولكن زي اغلب المنافسين زي كيا سبورتج، بس بفرق بسيط هي اغلى شوية. العربية متميزة في أخذ المناورات على سرعة عالية وما تخليكش تفقد الثقة فيها.
بالنسبة لعيوب أوبل جراند لاند، العربية مش مليانة كماليات ترفيهية زي منافسينها بيجو 3008 مثلا على سبيل المثال. لا توجد وسائد هوائية ايرباجز للركاب الخلفيين، وده عيب سيء بالنسبة لعربية عائلية. تصميم العربية الخارجي جيد لكنه لا يتفوق على المنافسين. الخلاصة في أوبل جراند لاند، وبعد تقييم العربية تقييم كامل، هنلاقي إن العربية جيدة جدا في الفئة السعرية دي، فهي سيارة كاملة مناسبة لشاب أو عائلة، لأن أداء موتورها قوي وشكل العربية وتصميمها متميز جدا، وده بيخليها مناسبة للشاب، كما أنها واسعة من الداخل ومريحة، وده بيخليها مناسبة للعائلات. مساحات الرؤية فيها واسعة ومناسبة للعائلات الكبيرة. في النهاية هي عربية عملية مش بتتجه ناحية الرفاهية. لو كنت انت عايز الاتجاه للكماليات اكتر والترفيه، فالعربية دي مش هتكون افضل خيار ليك. اما لو كنت عايز عربية هتفضل معاك مدة اطول بدون عيوب ومشاكل، فهي اوبل جراند لاند هتكون افضل في فئتها السعرية. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة. اشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.